صبر وشوف وتحدى حلمك امنع الخوف وارسم بقلمك بكرة جديد وجاي اكيد والدنيا تخلق فينا عيد. هاي مصنع بيشن برنامج البرنامج شغال مذيع مع انه فضلت شغال طبيب معالج بس اي اي فكرة بس انت تظبطها صح اصل هي الحكاية مش شفرة ركز وانت هترتاح حالك تي في حمضت تمرد قلب الدنيا على الفيس فكرة صغيرة جدا تتسبب في عزل رئيس حق حسب الميديا لازم تفهم الاغنية انا بتكلم بسرعة بس انا بسهلها شوية شوية اتجنن وشوف اعلاناتنا وفنن هتلاقي الفكرة في خطرة مش عيب انك تتعلم اثبت للعالم انك موجود تديك امل وده التفاؤل بذاته واجه مع عدو دي فكرة المنطقة المزيكا بتوصل بيها رسالة بمعنى واضح فكرة زائد رسمة ابتسامة ما تقولش ازاي وامتى ما انت تبدا بالتغيير ما هي الفكرة جاتلك من ميدان التحرير فكرة عند الناس فكر واحلم ببكرة فكرتك حجر اساس فكر فكر في فكرة تعمل منك خبرة محتاجة منك قدرة ثق اكتر في نفسك فكر وركز ازاي تخلق افكارك اسمع فكر في فكرة زمان بدأ بفكرة افهم ما تشوف كم مرة انا قلت كلمة فكرة اعرف بدأت تفهم ما هي دي الفكرة كمل فكرة الراب مش يو يو واتساب فكرة تشرح موضوع يحل يهد اي صعب فالراب بدأ بفكرة عبر حقق حلم كبير اعمل بيه ضجة صوت ما تقولش واقع هخضع ليه بكرة جديد وجاي اكيد والدنيا تخلق في نعيم بكرة جديد وجاي اكيد حلمك بقى مش بعيد بيها فكرة للناس في رحلة الحياة بنمشي نتعلم بالاقتباس ناس مش لاقيين الجود تحلم بالياقوت وناس عايشين بالفيزا كروت وناس هدومها بيوت يمكن اكون مش مبسوط بس راضي عادي لما يكون الصبر جزء من حياتي يوم بنضحك يوم بنبكي مش دنيا اللي تسد قصادي ربي شافني رزقي عاللي خلقني ببني بنسى ماضي فكرة اقتناع بالواقع جايز شغل بالي ما تخلقش اللي يبقى الحلم من واقع خيالي بنخلق ضحكة صدقة تخلي الدنيا احلى فجأة بكلمة سهلة او حتى بابتسامة اشقى عالوشوش فبتتلون الدنيا من تاني فبتبتسم لوحة بترسم فبلاقي في الدنيا مكاني بخلق فرصة لو كانت الدنيا هرسة تدي قرصة بتعلمني مش بتعلم فيا فبلقى الحلم مرسى بكرة جديد جاي بكرة جديد.